ممكن حضرتك تنزل فيديو او في وسط الفيديو الجاي تشرح فيه الصورة بتاعت السلم بتاعت السولو، لاني مش فاهم فكرة ترتيب الارقام اللي مكتوبة واستخدمها ازاي. ده سؤال حلو. سلام ونعمة، ازيكم عاملين ايه؟ وتردوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من حلقات تعليم عزف الترانيم على الجيتار. مكملين شوية كده في شوية الأسئلة اللي انتوا كنتوا بعتوهم، لأنهم صراحة أسئلة حلوة. بعتذر للناس اللي هتشوف الكلام ده مكرر، بس هو الناس اللي بتسأل أسئلة جديدة المفروض أجاوبها حتى لو كررت، وهو التكرار مش هيخسر، بس إن احنا نسيبهم تايهين على القناة ده مش حلو، فمعلش نساع بعض يعني، استحمل بعض يا رجالة. يوسف ماجد كان باعت سؤال محترم جدا، بيقول ممكن حضرتك تنزل حلوة حضرتك دي، ماشي يا عم يوسف، ممكن حضرتك تنزل فيديو او في وسط الفيديو الجاي تشرح فيه الصورة بتاعت السلم بتاعت السولو، لاني مش فاهم فكرة ترتيب الارقام اللي مكتوبة واستخدمها ازاي. ده سؤال حلو، وده سؤال عام يعني، وفي ناس قديمة ساعات بتتلخبط فيه. بصوا يا شباب، انا ببقى منزل لكم فورمات كأنها الفينجر بورد متوازية مع الجيتار بعدلته، يعني انا مثلا ببقى ماسك الجيتار، بيبقى كأنك ايه الجيتار كده قدامك في اتجاهك عادي، كأنك قاعد قدام واحد صاحبك، الجيتار بيبقى الناحية التانية. بجيب لك بقى شكل الباترن بتاعه السكيل بالارقام نفس الشكل بتاع الجيتار، يعني مش هتحسها عكس بعض، يعني الجيتار لو ماشي النغمات ماشيه كده هتلاقي الباترن ماشيه كده، لو من الشمال لليمين هتلاقي من الشمال لليمين، لو من اليمين للشمال الجيتار الاصلي اللي معايا في الفيديو ده هتلاقي الباترن ماشيه معاه برضو بنفس الترتيب. يعني مثلا انا هحط لكم وانا بقول دلوقتي الباترن دي بتاعه 1 3 1 2 4 واحد تلاتة أربعة، وانت بتشوف صوابعي دي هتلاقي الاتجاه ده هو الاتجاه اللي هبقى حاططه لك في الباترن بتاعت الصورة، مش هيبقى فيه لخبطة ان صوابعي ماشية واحد اتنين اربعة كده وهو حاطط الارقام بالعكس او صوابعه عكس ارقامه، لا ده ماشي بالترتيب. طب ايه الارقام؟ الارقام بتاعت ايدينا الشمال في الجيتار هي ارقام الصوابع، واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، بداية من الصباع ده انت واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة. فلما بنتحرك في اي حتة بنفترض مش بس ان الرقم ده هو رقم الصباع، لا ده الصباع ده بينزل في الخانة رقم واحد. هتقولي بس انت بتنزله ساعات في خانة رقم خمسة. تخيل ان دي بداية الجيتار، تخيل ان دي ده السلم. انا كده كده مش بلعب لك open strings، انا مش بلعب لك اوتار مفتوحة صح، انا بلعب لك اوتار مقفولة، يعني بتبقى كده. فانت كده كده ايه من اي حته اقول لك بس رقم الخانه اللي هبدا منها. انا بقول مثلا عاده ايه، احنا بنبدا من على وتر الجي اللي هو رابع واحد من فوق او ثالث واحد من تحت، خانه اربعه مثلا، واقوم قايل ايه واحد اتنين اربعه، وبعد كده بننزل مرحلين خانه، واحد اتنين اربعه تاني، بعد كده واحد ثلاثه اربعه او واحد اتنين اربعه على حسب السلم هيوديني على فين. فانت تتعامل على ان الخانه دي رقم واحد، الخانه دي رقم اتنين، الخانه دي رقم تلاته، الخانه دي رقم اربعه، وبالتالي الصباع ده رقم واحد، الصباع ده رقم اتنين، الصباع ده رقم تلاته، الصباع ده رقم اربعه، وكل واحد هينزل في مكانه. فالارقام اللي ملخبطاك دي ما هي الا رقم الصباع ورقم الخانه، فركز فيها قوي، وقف الفيديو وشوف صباعي فين عشان خاطر ما تتلخبطش، لان ده انا بحط لك نغمات السلم اللي انا هعزفه بالظبط. طبعا بطلع وبنزل عليه كذا مره، الصوره بتبقى صوره مش فيديو بيتحرك معاك، مش تفاعلي، لا ده هو بيبقى مره واحده بس، بس بقى معرفك ان انا خدت النغمه دي من وتر السول خانه خمسه، خدت رقم واحد، بعد كده ثلاثه، بعد كده نزلت على الوتر اللي بعديه واحد اتنين اربعه وفوت ثلاثه ما خدتوش، بعد كده واحد ثلاثه اربعه وما خدتش رقم 2 1 3 4. فاحنا بنفضل ايه بنعملها بالطريقه دي لحد ما بتلاقي الدنيا بقت سهله وواضحه قدامك. يعني من فضلك يا يوسف لو لقيت ان الفيديو ده مش واضح بالنسبه لك او برضو لسه متلخبط، من فضلك ابعت لي تاني وقول لي انا ما فهمتش، وممكن اتواصل معاك واشرح لك الدنيا، وممكن تساعدوني ان احنا نخش على الجروب اللي انا كنت قلت لكم عليه. كنت قلت لكم انا على حاجه قريب، ان في الناس بتبعت لي دلوقتي ارقام تليفوناتها
وبدخلهم على جروب واتساب عشان نبقى بنتناقش فيه في اسئلتنا ومشاكل الجيتار والاسئله بتاعتنا عشان كلنا نستفيد، وفي نفس الوقت عشان لما نيجي نعمل ميعاد لايف يبقى كل الناس بتفوت وكل الناس بتصوت عايزه تعمل ايه وتختار يوم امتى والساعه كام وكده. بشجعكم تبعتوا لي ارقامكم، احنا كده الجروب داخل على 30 فرد تقريبا لسه، يعني عايزينه يعني يوصل 70 80 100 عشان خاطر لما نعمل لايف يبقى في عدد كده اونلاين موجود، فالساعه دي تبقى مفيده والناس تكتب اقتراحات ونتفاعل مع بعض لحد ما نثبت ده في ميعاد ويبقى خلاص الناس عارفاه ومتظبط الموضوع معاه. بشجعكم ان انتوا تكملوا تفاعل على موضوع جروب الواتساب ده لان هو مفيد وهيكبر الخدمه اكتر وهيعلي معدل التواصل معانا اكتر لانه هيزقنا على موضوع اللايف، واللايف ده هيبقى حلو قوي. ارجع للفيديوهات يا يوسف في ظل اللي انا شرحته ده وتخيل ان كل رقم ده رقم صباعك، وهتلاقي ساعات رقم 1 2 4 ورا وبعد كده 1 بيبقى هنا. ما تستغربش، يعني مش هعمل لك 1 2 4 وهاجي هنا اقول لك 2 4 وترحل دي، لا بنقوم مرحلين الاربع صوابع. لو ده واخد 1 2 4 وعايز اخد بعد كده خانه 2 اللي تحت دي اخدها رقم 1 عشان اخد بعديها 1 2 4 تاني، فببقى مرن ان انا 1 2 4 وبعد كده انزل 1 2 4 وانا مرحل خانه جوه 1 3 4. اقعد اتمرن عليه واسمع السلم هتلاقيه منطقي. يعني بص من خانه 4 مثلا العبوا معايا، جرب في الحته دي كده وعيد وزيد فيها واقعد اتمرنوا معايا، تون جيتارك صح، انا لسه متونه قبل ما اسجل الفيديو، هتلاقي هو ده اللي بيتعمل بالظبط، فهتحفظ الباترن. هتيجي بقى تجرب منها الترنيمه هتلاقيها طلعت بسهوله جدا. فانا كده بديك النغمات بتاعت اللحن ده او لحن الترنيمه دي طلع من سلم عامل ازاي، او الباترن بتاعته اللي تريحك في العزف، النغمات اللي ما نخرجش عنها، ترنيمه ورا الثانيه ورا الثالثه هتلاقي ايدك حفظت وهتلاقي نفسك بتجيب النغمات من غير ما تتلخبط خالص ومش شاغل بالك بالارقام. فانت يعني مش متكتف قوي ان صباع واحد ينزل، يعني العب الصح الاول، نزل الرقم بتاع الصباع في رقم الخانه المقصوده لحد ما ايدك تتعود، وبعد كده هتلاقي نفسك بتتحرك بحريه وممكن حاجات تعملها سحابات، ممكن حاجات تعملها الحليات اللي احنا بنعملها دي اللي هي السحابات البيلد اب البيلد داون الكلام ده كله. حلقه النهارده مش طويله، ذاكروا واتمرنوا، وبفكركم لو شايفين او حاسين ان القناه دي بتقدم لكم حاجه مفيده وبتقربك في علاقتك بربنا ولو خطوه صغيره قوي في التسبيح وفي العباده او بتسبح بيها ربنا بكورد بسولو او ميلودي برتم باي حاجه بسيطه انك تعمل عليها حتى بيت من ترنيمه او تلحن عليها مزمور او تعمل اي حاجه، من فضلك ما تنساش تصلي لي في المقام الاول لان هي دي اللي هتنجح الخدمه بجد، ومن فضلك شاركني ومن فضلك شاركيني رؤيتي ان احنا نفسنا كل اللي عنده جيتار يطلعه ويصلي عليه ويرنم عليه ويسبح عليه، واللي نفسه يشتري يتشجع ويشتري ويستسهل الموضوع ما يستصعبوش. هو الجيتار آلة صعبة، مش هنضحك على بعض، يعني الجيتار آلة تكنيكية مش آلة سهلة العزف، يعني آلة صعبة ولكن ممتعة لأن اللي بيحبها هيتعلمها أسهل وأسرع من آلات كتير تبقى متاحة وسهلة تعزفها بينما أنت ما مش حاببها بالدرجة. أشجعك جدا أنك تاخد خطوة. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، تفعلوا الجرس، تتفاعلوا معايا في الكومنتات وأسئلتكم الجميلة، وطبعا زي ما بدأت في أول فيديو بعتذر للناس اللي شايفين المعلومات مكررة ولكن احنا بنثبت شوية أساسيات بس عشان الناس اللي تايهة في الفيديوهات تعرف توصل لها. دعبسوا على البلاي ليست هتلاقي في القوائم يعني في شوية حاجات كده بتشرح الكوردات لوحدها، بتشرح ترانيم، دروس متنوعة، هتلاقي حاجات مناسبة للمرحلة اللي انت فيها، في كورس مبتدئين أي حاجة بحطها فيه بتبقى لسه جديدة، فبرضو الحاجات دي هقوم حاططها في كورس المبتدئين ده عشان تبقى معلومة للناس كبداية، اللي بيدور على كورس مبتدئين يلاقي برضو الحاجات دي موجودة بتسلسل وترتيب. ذاكروا واتمرنوا وابعتوا لي أسئلتكم، أسيبكم في رعاية المسيح، سلام.